يعني انا هحط دقيق، 3 كوبايات الدقيق اهو، هحط عليهم معلقة السكر، هحط معلقة الخميرة، تمام، هحط البابريكا، هحط السماء، معلقة كده من كل حاجة مش أكتر من كده، تمام. هحط الجبنة البيضة، خدت كام، معلقتين ثلاثة، وممكن تحطوها بطعم يعني الطعم اللي انتوا عايزينه. عندي بصل أخضر كده مفروم، شوية بقدونس مفرومين، تمام. وهبدأ إن أنا أعجن كل ده بمية، يعني أعجنه عادي بمية دافية زي ما احنا متعودين نعجن، تمام. هحط معلقة الزيت، وممكن يعني أقفل برضو بمعلقة كده أو ألم بمعلقة، تمام. هبدأ بقى إيه، أعجن الكلام ده كده مع بعض أهو.